موسم الرياض تخيل. تخيل أكثر من 70 يوم متواصل من الترفيه في 12 منطقة مختلفة. تخيل أكثر من 100 فعالية على مدار الساعة تعادل أكثر من 3000 يوم من الترفيه. تخيل وينتر وندرلاند من الأجواء اللندنية لأجواء الرياض الشتوية، وتخيل كل الألعاب وعروض المسرح ومعرض خاص لأبطال مارفل ومعرض لريال مدريد كمان. تخيل البهلوانين بألعاب الخفة تحيرك، ما تعرف تنبهر ولا تسأل كيف، وفي فوت بارك إذا تبغى تورينا مهاراتك بالكورة. طيب تخيلي مدفع بشري في رياض كارشو وعروض مونستر جام، فيراري وأندر السيارات الرياضية والكلاسيكية. تخيل قطع التعديل النادرة والسيارات المعدلة وأفخم المزادات لأفضل السيارات بالعالم. وإذا تقدر على حماس الأدرينالين، حياك في عروض التفحيط والمطاردات على مسرح بوليس أكاديمي. تخيل الرياض بوليفارد في أهم الماركات العالمية وأكثر من 70 محل للشوبينج، هذا غير المطاعم العالمية وأفضل المقاهي، وحوالينها تخيل تلاقي أحلى ليالي الطرب من ليالي سندباد، ليلة صقر وليلة البرنس. وتخيل ليالي مطاعم شعبية من المحروسة وعدن للدراعة. وإذا خيالك واسع تخيل عشرات المسرحيات والحفلات العربية والغربية لترفيه حرفياً ما ينام. تخيل منطقة سفاري الرياض المفتوحة فيها حيوانات برية وأليفة ونادرة من حول العالم. تخيل جبنا الفيل للصحراء، وإذا فيك شجاعة حاول تدخل عرين الأسد. تخيل المربع وروقان الحديقة الليلية، وعشا ما تنساه في مطاعم عالمية حاصلة على ميشلان ستار وجاية حصرياً لموسم الرياض. تخيل أجواء الكشتة بصحارى الرياض مع جلسات الوناسة وفعاليات من التطعيس للرماية والنحت على الرمل. تخيل مصممات سعوديات وعربيات في معرض أنا عربية بيعرضوا تصاميمهم من الملابس والمجوهرات. طيب تخيلت واجهة الرياض بأكبر المعارض؟ تخيل معرض لأندر الصقور مع بيع وترخيص الأسلحة، وتخيل ليلة طرب ما لها مثيل تجمع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن وفنان العرب محمد عبده. بعد تخيل سيرك دو سوليل العالمي عندنا بالرياض، ومعرض لألعاب حصرية وجديدة بتعرض لأول مرة في العالم، وإذا تبي بنرسلك للقمر في معرض اكتشاف الفضاء. شو رأيك تتخيل مطاعم ناكل فيها الأكل اللي تعودنا عليه من أجدادنا؟ تخيلي نرجع بالتاريخ في منطقة نبض الرياض بعروض ثلاثية الأبعاد تحيي تاريخ تراثنا وثقافتنا. ها قد الخيال؟ الوعد الرياض. الوعد الرياض من 11 أكتوبر إلى نص ديسمبر. شكراً لكل شركائنا.